كابتن هادي فنيا اتفضل. شفت المباراه ازاي؟ هل كان في فريق يستحق ان هو يخرج بالثلاث نقاط؟ الحقيقه انا شايف ان النادي الاهلي هو خسر النهارده الثلاث نقاط وبيراميدز هو كسب ان هو تعادل النهارده. النادي الاهلي كان طبعا بيلعب المباراه وهو عنده تفكير شويه في بطوله العالم، وعنده تفكير في اللعيبه بتفكر في ان هي تبعد عن الاصابات عشان البطوله المهمه بتاعه بطوله العالم. كل لعيبه عنده امل ان هو يبقى بيمثل فرقته النادي الاهلي وبيمثل مصر في البطوله دي، فطبعا كل لعيب بيبقى عنده حذر شديد قوي. الحذر ده يعني بقى في على ارض الواقع ما بين الفرقتين في الملعب. المباراه كانت شديده يعني الحذر ما بين الفرقتين. كان اداء النادي الاهلي على المستوى الدفاعي اداء منظم جدا، ولكن على المستوى الهجومي لم يقدم النادي الاهلي 50% من طاقته الهجوميه. عنده امكانيات عاليه جدا لكن ما عرفش يستخدمها بشكل كويس. عنده قفشه لعيب مهم جدا، عنده محمد شريف، عنده حسين الشحات، عنده طه محمد، كل اللعيبه دي انا تصوري يعني في ادائهم الفردي وادائهم الجماعي لم يقدموا الشكل المناسب للنادي الاهلي في احراز الهدف او تتويج النادي الاهلي بالفوز بالمباراه. وايضا الناحيه العكسيه فريق بيراميدز برضو الشكل الهجومي بتاعهم ما كانش على المستوى المطلوب بقدر الاسامي اللي كانت موجوده، سواء عبد الله السعيد لعيب بلي ميكر عالي جدا، لعيب منتخب مصر خبره عاليه جدا، كان بيتطرف كتير قوي النهارده، ما قدمش الشكل الهجومي بشكل مناسب. يمكن رمضان صبحي على استحياء كده في كذا كوره في الشوط الاولاني او الثاني، لكن طبعا رمضان امكانياته عاليه وعنده قدرات افضل من كده. اتصور ايريك تراوري من اللعيبه اللي انا عشرتهم في بيراميدز اول ما جه، لعيب عالي جدا امكانياته قويه جدا، النهارده ما قدمش اي شكل هجومي مناسب. تصور في ثلاث عناصر في النادي الاهلي هم يستحقوا الاجاده، وفي ثلاث عناصر في نادي بيراميدز يستحقوا الاجاده واقفين على رجليهم بشكل كويس. مين يعني. مين الثلاثه ومين الثلاثه؟ اتصور في النادي الاهلي ايمن اشرف هايل، وبدر بنون هايل، وحمدي فتحي. الثلاثه دول انا شايف ان هم كانوا تمركز جيد جدا، منعوا اي خطوره. وعلي علول، علي معلول، علي معلول يعني بس انا نضيفه برضه لان عمل مباراه. بص هو علي لعيب رائع لكن دايما احنا طمعانين في علي قوي، طمعانين في الشكل الهجومي ان هو دايما يروح يعمل هدف، يعني ما بنكتفيش ان هو بس واجبات دفاعيه. الثلاثه بتوع بيراميدز اللي هم انا شايف ان هم كانوا جادرين ان هم واقفين على رجليهم بشكل كويس، شريف اكرامي. ممكن شريف اكرامي الحقيقه عن الماتشات اللي فاتت لا احسه واقف على رجليه، متمكن، عنده خبرات عاليه. علي جبر من اللعيبه التقال اللي عامله توازن في خط الديفنس. ودونجا في نص الملعب الحقيقه بيجري في كل مكان وبيقطع خطوره كبيره جدا على اللعيبه. طيب